السلام عليكم الاخوان ديالنا، تحيه جميع المتتبعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن ان شاء الله. لقيتنا الاخوان اليوم غادي نمشي عند واحد الصديق ناخذ من عنده شي فريخات، وبقاو معنا ان شاء الله. الناس اللي باقي ما مشتركينش على القناه يضغطوا على زر الاشتراك وكذلك زر الجرس باش توصل اي حاجه جديده ان شاء الله. الاخوان ديالنا بقاو معنا، نعرفكم على هذا الصديق ديالنا، واحد المحميه صغيره ومتواضعه ان شاء الله. غادي نشوفوا كل شيء ان شاء الله اللي كاين. بقاو معنا. احنا اخوتي وصلنا عند اخ سعيد، وصلنا المحميه ديالو، فجينا على غفله. المهم بكشي تبارك الله ما شاء الله، انا غادي نوريكم كل شيء ان شاء الله. وانا بديت تبارك الله غادي نشري شي طيور من عنده عجبوني، وتبارك الله شي ولا عنده كامله تبارك الله، مقانن مساكه كويكر اللي كتشوفوا معنا، كويكر كويكر كالوبسيت كاكاريكي مولينا زيبرا فيروش كلشي تبارك الله عنده، ليمام انواع ديال ليمام. نوريكم كلشي ان شاء الله. اخي اسماعيل اجي شرفنا. اخي اسماعيل عليكم. مرحبا اخي اسماعيل، الله يعزك اخي اسماعيل. شي كلمات للناس هادو؟ ايوا اش نقول لكم، مرحبا بكم عندي. هاد لي اللي خصكم تبلاو شي حيد من الروح، حيد من الحشيش. زعما تبارك الله اسماعيل، يعني كنعاود لي قال لي انا كنت مبلي وكذا وهادي وهادي، وتبارك الله هاد الطيور وهاد الولا عادي زولاتو بلي تبارك الله بزاف دوي زولاتو، يعني صالح ديالو مزيان، يعني كنصحو بها اي واحد تبارك الله. وتا هو الله يعمر صلاح. واخا كان كيهضر معايا ما كنتش كنشوف الميساجات ديالو من هاد المنبر هذا، راه شحال مره كنقولو كنعاود راه ماشي كلشي كتشوف الميساجات ديالو ما قدرش يتجاوب على كلشي. دابا ملي ما كتجاوبش على شي واحد كيسحب له بحال تكبرتي ولا تعنطستي عليه، ولا هي لا الواحد ما كيعرفش ملي كتهضر مع الواحد عاد كيعرفش اني كاين. هذا اللي كاين اخي اسماعيل، تحياتي اخي وتبارك الله. يعني مولوع ما كناش ما كنتش كنعرفو انا كاع كاين في طنجة حتى شعبية الضوء. ضروري احنا اخوان ديالنا هنا باريخة ديال مولينا ان شاء الله كما كتشوفوا معنا. غنحاول نوريكم غير واحد الطليله صغيره، ها هي جيتي معلي كثار عندك الزخ يفرفر هنايا. ها الاخوان طريخه د مولينا عند خي اسماعيل، طريخه غير دابا على برا كنطلقوا وسط الفيس مزيان كيبقاو يطيروا. يا طريخه ديال كاكاريكي الاخوان، هل انت هتذكر هي كتبان هذيك حظك هي اللي كبير. تبارك الله وافيه الله يبارك. هاد الكيوار اخوان ديالنا تبارك الله عنده تبارك الله والله يزيدو الله يبارك، عنده داكشي مخلط باناتش فريتورا. هنا واحد الطريقه ديال الكالوبسيت الاخوان، ها هي هاد الذكر اللي انت هي الداخل مشدود عليها. يا ها هي عندك رد بالك عندك عندك انا الاخوان طريقه كالوبسيت تبارك الله. صافي شوف انا الاخوان الله يبارك، دعيو معاه في التيسي ودعيو معاه بالتوفيق ان شاء الله تبارك الله. واحد المحميه وما اللي في الطيور يعني صراحه، وهذه جيت عنده على غفله وانتم كتشوفوا. واخا اسماعيل ديالنا انا تحيه عندي نفس شي حاجه لاكزار انا وبيبا فارسه. يا بيبا فارسه هذه انا جيت نسمع الصوت. انا الاخوان كوبلات ديال كويكر تبارك الله، كيوار مدرسي عندي ولكن سي واجد ماشي مشكل يطلق يربيها. انا الاخوان تبارك الله فريخات فين هنايا. انا بيروش عاود منتوج محلي ديالو، يعني التربيه ديال يد الله يبارك. دعيو معاه بالتيسير الاخوان، حنا كنعرفوا هادشي هذا كتشبر فيه العين، ولكن دعيو معاه بالتيسير دائما اللي شاف شي واحد شي حاجه يقول تبارك الله والله يسخر المولاه بقلب الصافي ان شاء الله. انا اخوتي البينو تبارك الله الله يبارك الله يبارك، كيعجبني بيروش البين. انا باناتشي الزيبرات انا ها واحد باد راهي شو هاي تبارك الله، اللوين فيها مزيون
يعني داكشي عنده من يعني منظم الاخوان يعني واخا مصاوبو باليد معدلتينا باليد انا الاخوان ها قفز معدلو باليد فوليا راه واخا ما تشري شي قفز قادر تعدلو ما عندك شي ولا كنتي الامور يعني مقصحه ولا ديت تقدر تعدلو واخا يكون عندك انا بالنسبه لي نعدل الفوليور بحال هادي تجيني احسن يعني كتبان حل طبيعيه كتبان باللوح الجيران داخل والله الا ما يتسالوش زعما هادي الطريقه ديال لي زاسي بارا هادو من عندك ولادهم ياك لا ولاد هادو عادي ولاد هادو ولاد الخضر ان شاء الله هادو لي ما عندو عندي اعزاز هنا كيسمع على هاد الراسات هادو كولومبيان ها هادو مزيان عندي واحد انا الاخوان الله يبارك الله يبارك محضني تبارك الله يا مع السعاده بهاد الخدمه الله يبارك دعيو مع التيسير الاخوان الله يبارك اللهم بارك اللهم زيد وداك في ذلك ان شاء الله انا الاخوان الله يبارك واه وتعاد معدلو راسو ها يعني ما يتسالوش الله الا تبارك الله ما يتسالش يعني معدل تبيبا انفاص مع العشاش باش يجي يعني التقليب ديال العشاش يجي ساهل كيف ما كتشوفوا معنا انا واد في ورادي تبارك الله عايش كيف تشعل اللنتة الثانيه ها هو الله يبارك كان داير كنت قاعد ها عارف الراس ماشي انا الاخوان الطبيعه ها انا تبارك الله الله يبارك شي ديالها الاكسب ان شاء الله الاخوان يعمل واحد فولير هنايا كبير غادي تجي واعره ان شاء الله اي بدل هادشي هذا كامل وبالتوفيق ان شاء الله دابا حفل يقولوا خفوزه ماشي نورمال هذا دابا كيتسمى يعني بيت الاخوان انا كاين خصوصيات ما خصهاش نصوروها فهمتيني ديال خصوصيات ما خصهاش تدوز التصاور الاخوان ديالنا كما كتشوفوا هنايا هذا بيت يعني المختبر ديالو الادويه كدا كلشي عنده هنايا تبارك الله واحد كوبلات موزايك ها هي الله يبارك خدمات وهذه الخدمه الثانيه ديال الله يبارك هذا عاوتاني الولاعة القديمة ديالي وعندي عزيزة ميستو كيضرب حافظ شي حاجة انا تبارك الله انا الاخوان واحد الوينتة ديال المقنينة دعيو معاه بالتوفيق واحد الوينتة ديال المقنينة الاخوان الله يبارك عاملة كالسيوم وكذا وهادي انا اخوتي هنايا كوبلة ديال بيروش كرونطاي تبارك الله مزيونين الدانوايا دانوا اللي انت تذكرها مزيونين تبارك الله وإلا فرخوا لك تفكرني بشي فريخ الله يعزك تفكرني بشي فريخ خصني ندري شي شي تبارك الله مزيونين تبارك الله الوليدات عاوتاني انا الفريخات تبارك الله هذا المنتوج محلي ديالو الوليدات هادو تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك لا اله الا محمد رسول الله لا اله الا محمد رسول الله اللهم بارك انا الاخوان منتوج محلي شنو كالوبسيت انا اخوتي هاكا لوبسيت ديالو غادي يطلع على دريس ما تخرجش لا تخرجش في الفيلم اللي كيطلع للفوق عاد ايش انا الاخوان تبارك الله هادي نبيع هادي لا يا ناس بخير وين ديالو دريسيات تبقى بوحدي سي سي هادوك نورمالمون ولكن المهم غادي يطلع عليه تبارك الله كرون طاي طالع الدكار هذا طالع الدكيور الله يبارك الاخوان ديالنا احنا ولعناكم وما تنساوش راه عنده تال امستر انا اخوتي تال امستر تال امستر انا الناس امستر دار لي العكس كل حركه اييه معروفه بحالو بحال القطط هو بحالو بحال القطط هنايا كوبلا الاخوان ديال كالوبسيت نسيت ما قلت لكم شي هذه الاخوان هذه هي الوليده ديال هاد كوبلا هذيك كالوبسيت اللي وريتكم هذه هي الكوبله ديال هاد اللانته ديال هادي يعني داك الفريخ اللي شفنا حنا فوق الكتف ديالو الاخوان هذه كتجيهم جداته هذه هي جداته هاد الكوبله هذه هي جداته غنطلعوا عليها واحد الطليله الله يبارك انا اخوتي اللهم بارك دعوا معنا بالتيسير حتى هادو غادي ناخذو من عنده ولكن الاخوان راه حتى حاجه ما كنبيعها راه بغيت غير نتولع واحد شويه مع السي اسماعيل وين نتولع معاه والله الا هذا مكان ان شاء الله انا اخوان اسماعيل اخ ديالنا عزلي انت هو تحيه للناس ديالنا انا اخوتي احنا لقيناهم ماشيين بهم دابا ان شاء الله غادي يكون غير خير تحيه اخي اسماعيل وشكرا اخو على الضيافه ديالك شي فور ديالنا حتى هو الله يعزك تحيه اخي كولابوراسيون مجزه ان شاء الله حنايا صافي نعوضوا لهم مسائل باش ما يضربهمش الريح حنايا
خط في ماري في ماري احنا شوية خد بوليسي ميت احسن مرة احنا اخوتي ايدا كان دوزو النار ديالنا اخوان ديالنا احنا وريناكم احنا اخوتي كي جبرتونا رجعنا نسينا الصندوقه ديال الكاكاريكي غادي تقول علاش غترجعوها ترجع مورا الصندوقه موجود الصنادق عندي الصنادق موجودين ولكن ديك الصندوقه بالضبط فيها الريحه ديالهم فيها الطريقه اللي خدموا فيها بها يعني مرتاحين فيها ديجا السيد يعني خدموا له في ديك الصندوقه انا مزيانه لي ديك الصندوقه ما خصنيش نفرط فيها خصني نخليها له ان شاء الله حنا نرجعوا لعنده عاود ماشي مشكل اخر اكسيري اكسيري احنا رجعنا مر الصندوق ان شاء الله احنا وريناكم شنو خدينا شنو خدينا ان شاء الله صديق ديالنا تا هو ولا يوصل معنا فريخات ان شاء الله و خليكم ملي وصلنا للدار ان شاء الله غادي نوريكم كل شيء ان شاء الله بقاو معنا بس مشيو فين الله يعاون عثمان ها هو انا الاخوان ديالنا كيف ما قلنا لكم وصلت دابا بخير وعلى خير للدار ولكن دابا نحطهم يرتاحوا عاد نديهم لبلاصه اخرى ان شاء الله الاخوان ديالنا كما كتشوفوا انا خديت من عنده مولينا السيد الصديق ديالنا كذلك ديت خديتهم حيتهم داك القفز كبير بزاف على حسب البلاصه اللي غادي ينزلوا فيها ما يجيش فيها غادي ناخذ لي القفز ديالهم مناسب ليه الخدمه هي كوبلات ان شاء الله وكذلك خديت جوج كوبلات ديال الكالوبسيت اللاتينو هانتوما تشوفوهم معنا ها احنا الاخوان هادو من الكوبلات يعني الكالوبسيت اللي كنت وريتكم عند الصديق ديالنا انا كديتهم لواحد البلاصه هادي باش ياخذوا راحتهم ما فيها لا صداع لا ضجيج لا والو على حساب يعني هادي كوبله باغا تبيض دابا ومع ما مولفاش عندي وهادي ديجا راه كنظن فقصات واحد الفريق حيت خديتها من عند الصديق ديالنا اللي شفتو معنا كنت ديتها من عنده خليناها غدا تفقص يعني البيض كان عندها عمر اصلا كنت جبتها وعلقتها الاخوان نزلتها سمع وكانوا الفراخ نفروا شويه البيض ما بغاوش يحضنوا عليه وخفت لما يحضنوش عليه وحتى لدرجه انهم بردوا الحمد لله كيبانوا لي الكوبله بجوج بهم في الصندوقه وكنسمع الصوص ديال الفريخ يعني ربما انهم يعني فقصوا الوليد ما شاء الله ان شاء الله بلي غادي يتفقصوا كاملين بهم راه غادي ندير لكم محتوى ان شاء الله وتشوفوهم اخوان ديالنا كيف ما كتشوفوا حاولت نحطهم في واحد البلاصه مستقرين باش ما نضيعش لهم البيض ودعيو معنا بالتيسير ان شاء الله نحاول نوريكم الكوبله الا غتبان لكم شي حاجه حيت ما خصنيش نبرزطها بزاف بسم الله ما شاء الله احنا اخوتي اخوان ديالنا وهذه الكوبلات الثانيه هذه اللي كتشوفوا معنا الاخوان راه فيميل ها هي ها الفيميل هذه راه بنتها ديال هذه الكوبله هذه راه بنتها ديال هذه الكوبله ان شاء الله وتخدم ان شاء الله وبالتوفيق للجميع ان شاء الله الاخوان ديالنا كما كتشوفوا درت لهم ماكله مخلطه كندير الكرافس دائما الكرافس كرافس مهم مزيان بزاف 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 الاخوان ديالنا دعيو معنا بالتوفيق واللي باقي ما اشتركش على القناه يضغط على زر الاشتراك وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد الاخوان
اسماعيل شكرا بزاف الخاوة على الضيافة ديالك والاصدقاء ديالنا راه تعرفوا عليك ان شاء الله مدينة طنجة شي حاجة ان شاء الله اي حاجة مرحبا راه تا هو يعني الانسان اللي عنده هادشي هذا كامل راه تكون عنده واحد الخبرة اي هو كان مخبع ما كيبانش حتى جبدوا لي جبدوا زهير زهير اللي جبدوا تحية الاخوان ديالنا وشكرا الله يعزك.